سلام بنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نسلم عليكم واحده بواحده بلا ما ننسى حتى واحده، ونقول لكم صحاتكم وكل عام وانتم بخير. اليوم حنجاوب على واحد السؤال، ما هي احسن ماركه تاع اينوكس نقدر نشريها في الجزائر. بون، انا من تجربتي الخاصه انا نقول لكم بلي احسن ماركه هي سيلامبوس. فوالا تجي هكذا في هاد العلبه، شوفوا هاي لك الماركه اسمها سيلامبوس، كاين ينطقها سيلامبو. بون 18-10 من البرتغال. فوالا هاد الماركة يا البنات بزاف بزاف هايلة. وعلاش؟ باسكو كيما يقولوا حنايا ميور كاليتي بري، يعني جودة مليحة، يعني نقدر نقولوا عليها جيدة وجيدة جدا، والبري معقول. بون ما نقولوش رخيصة رخيصة بزاف، مي بارابور كاين ماركات اخرى بزاف غاليه، يعني جوده عاليه بصح بزاف غاليه. هذه جوده عاليه وسعر مناسب، خاصه كي شريتها انا وقلت لكم عليها ديجا من قبل، قلت لكم شروها باسكو عايزات شويه كما كامل الاواني. الاواني كامل زادوا، ماشي غير هذه الماركه. داكوغ، دونك هذه الماركه هذه تاع البرتغال بزاف هايله يا البنات. انا ننصحكم اذا حبيتوا تشرو حاجه الدوم كما يقولوا، باسكو على بالكم الانوكس يشد حتى 25 سنه واكثر، تقدري تورثيه لبنتك وبنت بنتك. دونك ما كنتش حتى تندموا عليها. انا بون انا من هادوما، شوفوا كاين لي كاسرول، كاين هادوما لي مارميت، بصح انا ما شريتش زعما اون سيري، نو شريت كل حاجه وحده. شريت هاد الصغيره قبل، شريتها 290، ومن بعد زدت شريت هاديه، ومن بعد شريت الكسرونات تاعها. بصح عندي نقطة حبيت نقولها لكم باش ديروها مليح في بالكم، هادي كان فيها طنجرة الضغطة، تلقاو طنجرة الضغط سيلامبوس، بصح تفتح بالطريقة الكلاسيكية تاع بكري وفيها الصفارة، جوغ ماشي هذاك لو سيستيم كليبسو كيما ساب وكامل، نو ما عندهاش هذاك لو سيستيم، عندها سيستيم القديم الكلاسيكي، وكاين اللي يحب هذاك لو سيستيم. دونك فيها وتبان جودة مليحة تاني. بون أنا ما عنديش، مي عندي ساب أنايا، مي تبان حاجة مليحة أون بليس إينوكس. حبيت برك ندير لكم واحد الملاحظة يا البنات. بون كيما أنا روماركيت بلي الطنجرة يعني الطناجر لا كاليتي تاعهم خير من الكسرونات، خير من لي كاسخول. وعلاش؟ كشغل نحس بلي الجدار تاع الطنجرة شوية خشين خشين على الكسرونة. وتاني لو كان تجيبي لو سمو لا كوكوت تلقايها تاني لا كاليتي خير من الطناجر. شغل هما في نفس الماركه ولا نفس لا سيري، تلقاي بلي طنجره الضغط لا كاليتي تاعها خير من الطناجر، وطناجر خير من الكسارن في حاجه. مي ما نقولوش بلي الكسارن عيانين، مي شويه لا كاليتي شويه ناقصه على الطناجر. هذه كملاحظه وك كيما حنا نقولوا كاكسبيريونس انايا، شغل انا فقت لها يعني، ما واحد ما قال لي عليها. فوالا هذه هي. دونك انت ما تحكميش على الماركه، باغ اكزومبل تشري الكسرونه تلقايها شويه لا كاليتي عيانه تقولي اه هذه الماركه عيانه، لا لا، هما ما على باليش ولا يديروها بالعاني ولا كيفاش، المهم الكسرونه تكون اقل جوده، من ما تكونش خشينه بزاف. هذا واش حبيت نقول، ما تكونش خشينه بزاف من كيما طناجر، والطناجر ما يكونوش خشان بزاف كيما، ولا الانوكس هذاك ما يكونش ثقيل بزاف كيما لا كوكوت. هادية بصح هاد الماركه يا البنات انا ننصحكم وننصحكم بشده انكم تشروها. اذا لقيتوها غير اشروها، يعني لو كان تشرو بالحاجه بس بيان سور لا سيري حتكون غاليه بالك تلحق حتى 3 ملايين، مي تقدروا تشرو. مي اذا كنتو قادرين تشرو لا سيري غير شروها، لاخاطش حتستقام لكم واشر. انا ديجا قلت لكم ما تشروش زعما كي تحبوا تشرو الاينوكس ما تشروش لا سيري. علاش؟ في ماركه ما تعرفوهاش ايماجين تكون عيانه حتخسروا كاع لا سيري. مي انا راني جربت وقلت لكم باللي مليحه، تما تقدروا تشرو لا سيري سي لامبوس، فهمتوني؟ هذا واش حبيت نوصل لكم. مي اذا ماركه ما تعرفوهاش وما تعرفوا حتى واحد جربها من قبل، ما تغامروش وتشرو لا سيري، باسكو الا كانت عيانه راح تخسروا وقلبك راح كما يقولوا يتقسم يتبريزا، باسكو باش تلمي 3 ملايين ولا 4 ملايين بارفو حتى 5 ملايين لي سيري هادوما تاع اينوكس، ومن بعد تلقايها عيانه يعني ضربه. اذا كنتي ماركه ما تعرفيهاش وحبيتي تعرفي اسكو مليحه ولا لا، لا شري طنجره صغيره كامل وشوفي. مي انا راني قلت لك على ضمانتي
بون طامن ربي مي انا راني جربت هاد الماركاسير ان بوس بزاف هايله، اذا لقيتيها غير شريها. فوالا هاد مانيش نقول بلي هادي احسن ماركه في الجزائر، كاين ماركات واحد اخرين احسن منهم بالك يكونوا، انا ما جربتهمش وبصح غاليين اوكي، مي هاديه يعني لو بري نقدر نقولوا متوسط، اون بليس لا كاليتي هايله والله غير يا البنات غير روعه. انا راني شحال اللي شريتهم وما ندمتش عليهم. بون هنايا شوفوا حبيت نوري لكم هذه بلعاني ما نحيتلهاش الحليب، شوفوا غليت فيها الحليب راكم تشوفوا هنايا هذه زبده باسكو هذا حليب بقره دونك فيه بزاف الزبده، شوفوا وما لصق ما تحرق باسكو كاين وحده خلات لي كومونتير والله حسيتها بلي حتخرج لي من الكومونتير تضربني، قالت لي كيفاش تقولي الاينوكس مليح الاينوكس عيان ويلصق وما تزيديش تهضري لنا عليه ومنا وهكذا. انا راني قلت لك سي نورمال هذه ما تروحيش ومن بعد تفرغي منها بلعاني خليتها لكم، تفرغي منها في كسونه صغيره وتسخني بالعقل، ماشي تعاودي تروحي تسخني الحليب تاعك فيها، سي نورمال هذا الزبده وما قالت تحرق لك الحليب هذاك اللاصق كاي تحرق لك، مي انت تفرغي منها اكيد اذا ما درتيش هكذا حتلصق لك، مي لا بروميير فوا اللي طيبي فيها هاي لك طيبت فيها الحليب ديالي وما لصقنا والو. دونك فوالا ان شاء الله برك نكون فتكم في هذا الفيديو القصير ونتلاقاو الخطره الجايه.